تحياتي، انا دينا حسام وزميلي بلال منصور. النهارده هنقرا معاكم الفصل 70 من روايه دون كيخوتة، والفصل بعنوان وهو يتلو الفصل 69 ويبحث في امور مهمه لفهم هذا التاريخ. قضى سانشو ليلته على سرير في غرفة دون كيخوتة، مما لم يسره أبدا، لأنه كان متأكدا أن مولاه لم يترك له فرصة للنوم بما سينهال به عليه من أسئلة. وهو لم يكن مستعد المزاج للمناقشة، لأن الآلام التي عاناها عقدت لسانه، حتى أنه كان يفضل أن ينام وحده في كوخ حقير على أن ينام مع دون كيخوتة في غرفة فاخرة. وكان لمخاوفه ما يبررها حقا، لأنه لم يكد يركض على سريره حتى قال له دون كيخوتة: ما رأيك يا سانشو في أحداث هذه الليلة؟ ما أكبر قوة التعالي في الحب؟ لقد رأت عيناك ألتسيدورا ميتة، لا بسهام حادة أو بالسيف أو بأي سلاح فتاك، ولا بفعل السموم المدمرة، بل بفعل احتقاري وتعالي عليها وما أبديته دائما من قسوة نحوها. فأجاب سانشو: فلتمت متى وكيف شاءت وتتركني في سلام. أنا الذي لم أعشقها ولم أزدريها أبدا طوال حياتي، ولم أفهم بعد كما قلت من قبل ما هي الصلة بين حياة ألتسيدورا هذه الفتاة اللعوب العابثة وبين عذاب سانشو بانثا. الآن أقر بوضوح وتمييز أنه يوجد سحرة في العالم، نجاني الله منهم، لأني لا أستطيع بنفسي أن أخلص منهم. ومع هذا يا سيدي، أرجوك أن تتركني أنام ولا تسألني بعد الآن إذا أردت مني أن أقذف بنفسي من النافذة. فقال دون كيخوتة: نم يا صديقي سانشو، إذا مكنتك القرصات والشكات من النوم. فقال سانشو: سيدي، إني لم أعرف ألما يساوي إهانة الصفعات، خصوصا إذا صدرت من عن نسوة عجوزات والعياذ بالله، لكن لما كان النوم فيه نسيان كل الألام، فإني أستحلفك مرة أخرى أن تتركني أنام. فقال دون كيخوتة: ليكن والله معك. ونام كلاهما، واستغل سيدي حامد مؤلف هذا التاريخ العظيم نومهما ليروي كيف رتب الدوق الأمور وصنع المغامرة التي أتينا على وصفها. إن حامل البكالوريا كراسكو، وهو لم ينسى أن دون كيخوتة هزمه وهو باسم فارس المرايا، وقلبت ما هزيمته كل مشروعاته رأسا على عقب، فإنه قرر أن يعاود الهجوم مؤملا في النجاح هذه المرة. فاستعلم من الغلام الذي حمل الرسالة إلى تيريزا سانشو عن موقع القصر الذي كان يقيم فيه دون كيخوتة، وحصل على أسلحة جديدة وفرس، وأمر برسم قمر أبيض على ترسه، وحمل بغل حقائبه، وقاده فلاح غيرة ميثيثل سائسه الأول، خوفا من أن يتعرف عليه دون كيخوتة الذي كان يريد آنذاك أن يذهب إلى مباريات سرقست. كذلك أخبره الدوق عن كل الألاعيب التي دبروها لدون كيخوتة، واختراعهم لفكرة رفع السحر عن دلفينيا بواسطة جلد سانشو على أردافه، وأن الانسحار المزعوم كان من اختراع سانشو نفسه الذي جعل مولاه يعتقد أن دلفينيا تحولت إلى فلاحة، وأن الدوقة أقنعت سانشو بأنه هو الغالط وأن دلفينيا مسحورة فعلا. ولم يملك كراسكو نفسه من الضحك على مكر وسذاجة سانشو وجنون دون كيخوتة البالغ، ودعاه الدوق إلى العودة إلى قصره هازما أو مهزوما إذا أدرك دون كيخوتة. فوعده حامل الإجازة واستأنف طريقه، لكنه لم يجد الفارس في سرقسطة، فاستمر في سيره وجرى له ما قرأته. ثم عاد ومر بقصر الدوق وأخبره نتيجة معركته مع دون كيخوتة، وصفه فارسا أمينا مخلصا سيعود تنفيذا للعهد الذي قطعه على نفسه بالاعتزال سنة في بيته، وفي أثنائها يمكن أن يشفى من جنونه، وأن هذه الغاية التي من أجلها تخفى كل هذه الألوان من التخفي، لأنه من الحزن جدا أن نبيلا مثقفا مثل دون كيخوتة
يصير مكنونا. وبعد ذلك ودع حامل البكالوريا الدوق وعاد إلى قريته في انتظار دون كيخوته القادم في إثره. وهذه الأفكار أوحت إلى الدوق بفكرة تدبير ألعوبة جديدة، لأنه كان مسرورا جدا بالتسلي بدون كيخوته وسانشو، فأمر كل رجاله باحتلال كل الطرق المحيطة بقصره وتلك التي ظن أن الفارس لا بد سيمر منها، وتلقى عدد كبير من الخدم راكبين الخيل ومرتجلين. أمر بالقبض عليه وإحضاره طوعا أو كرها، وأخيرا وجدوه فأخبروا الدوق. ولما علم بقدومه أمر بإشعال كل مصابيح الفناء ووضع ألسيدورا على القبر بكل الجهاز الذي وصفناه لك، وتم كل شيء بإتقان بحيث لم يكن من الممكن التمييز بين الظاهر والواقع. بل يذهب سيدي حامد إلى أبعد من هذا فيقول أن الساخرين لم يكونوا أقل جنونا ممن سخر منهم، وأنه ليس من جودة الرأي الاهتمام بتعذيب مجنونين أحدهما كان ينام ملء جفنيه والآخر كان مطمورا بين خواطره. وفاجأهما النهار واستعد للنهوض، لأن دون كيخوته ظافرا أو مهزوما كان لا يحب أبدا كسل الفراش. وألتسيدورا التي اعتقد دون كيخوته جازما أنها بعثت من الموت لبست من أجل إرضاء سيدتها التاج الذي كان عليها وهي على القبر، ولبست غلالة من التفتاه الأبيض المنقوش بالأزهار الذهبية وأرسلت شعرها واستندت إلى عصا من الأبانوس، ودخلت غرفة دون كيخوته الذي لم يكد يراها حتى ارتبك فدس نفسه في السرير واختفى في الأغطية والملاءات دون أن ينطق بكلمة أو يبذل أي تحية. فجلست ألتسيدورا على كرسي بالقرب من المخدة وأطلقت زفرة حارة، ثم قالت بصوت ضعيف ناعم: حين تدوس السيدات ذوات المكانة والبنات المتواضعات الشرف بأقدامهن وتسمحن لألسنتهن بالإفصاح عن أسرار قلوبهن، فإنهن يكن في مأزق حرج جدا، وأنا إحدى هؤلاء البائسات يا سيدي دون كيخوته، مضطهدة مقهورة مدلها بالغرام، لكني شريفة وإن آلامي من شدة كتمانها والصمت الذي فرضته علي نفسي، ومن شأنها أن تجعل روحي تفر وأفقد الحياة. ومنذ يومين تسببت قسوتك في موتي أيها الفارس العنيد الذي لا يلين، الصلب أكثر من المرمر بالنسبة إلى شكاياتي، أو على الأقل الذين رأوني حكموا علي بأنني مت ولولا أن الحب. وقد تأثر لبلاياي قد وضع الشفاء في استشهاد وعذاب هذا السائس الطيب، لما كنت غادرت هذا العالم الآخر وأتيت إلى هذا العالم. فقال سانشو: كان في استطاعة الحب أن يضع الشفاء أيضا في عذاب حماري، وكنت شكرت له ذلك، لكن قولي لي يا سيدتي، والسماء توفقك إلى عاشق أكثر حساسية من مولاي، ماذا رأيت في العالم الآخر؟ وماذا في الجحيم الذي لا بد لمن يموتون قانتين أن يتخذوا السبيل إليه؟ فأجابت ألتسيدورا: الحق أنني لم يظهر أني لم أمت تمام الموت، لأني لم أدخل الجحيم، ولو كنت ودخلته لما كنت أستطيع الخروج منه كما أشاء. إني لم أصل إلا إلى الباب حيث رأيت عشرة من الشياطين يلعبون الكرة وعليهم شارات وصدريات ذوات بلايات من دنتلة الفلندر وأكمام من القماش نفسه على بعد 4 أصابع من الرسغ لإظهار اليد أطول، وكانت معهم مرسبات من نار. وما أدهشني أكثر
هو أنهم بدلاً من أن يستخدموا كرات كانوا يستخدمون كتباً. بدت مملوءة من الهواء والوبر، وهو أمر جديد عجيب. لكن أشد ما أدهشني هو أنه بينما اللاعبون عندنا الذين يكسبون ويفوزون يختبطون، والذين يخسرون يسقطون، وهو أمر يبدو لي طبيعياً، هم هناك جميعاً يصرخون ويسبون ويلعنون. فقال سانشو: هذا ليس بعجيب، فإن الشياطين سواء أكانوا يلعبون أم لا، وسواء كسبوا أو خسروا، لا يمكن أن يكونوا راضين أبداً. فأجابت ألسيدورا: لا بد أن الأمر هكذا، لكن ثم شيء آخر بدا لي عجيباً، وهو أنه من أول وثبة لا تصلح الكرة، ولهذا كانوا في كل ضربة يغيرون الكتب القديمة أو الجديدة على هواهم. وأحد هذه الكتب وكان حسن التجليد أصيب بضربة أخرجت أحشاؤه وشتتت أوراقه. فقال أحد الشياطين لآخر: انظر ما هذا الكتاب. فقال الأخير: القسم الثاني من تاريخ دون كيخوته دلا مانشا، وهو ليس من تأليف سيدي حامد مؤلفه الأول، بل تأليف أرغوني يدعي أنه من مواليد تورديسياس. فقال الأول: أطرده من هنا وألقي به في هاوية الجحيم حتى لا أراه. فقال الآخر: هل هذا الكتاب سيء إلى هذا الحد؟ فقال الأول: سيء جدا، بحيث لا أستطيع أن أجعله أسوأ من ذلك. واستمر الشياطين في لعبهم ويضربون كتبا أخرى. ولما سمعت اسم دون كيخوت الذي أعزه كثيرا، انتقشت هذه الرؤية في ذاكرتي. فقال دون كيخوت: نعم، لا شك في ذلك، لابد أن هذه الرؤية لأني أنا وحدي الذي أحمل هذا الاسم في العالم، وهذا التاريخ يجري متنقلا من يد إلى يد ولا يتوقف أبدا في أي يد، لأن كل إنسان يركله بقدمه. ولم أتضايق من القذف في ظلمات الهاوية أو إلى نور السماوات، لأني لست أبدا ذلك الذي يتحدث عنه هذا التاريخ. ولو كان جيدا أمينا صادقا لعاش أجيالا وأجيالا، لكن إذا كان رديئا فإن الطريق بين ميلاده ودفنه ليس طويلا. وكانت ألتسيدورا بسبيل الاستمرار في شكاياتها الغرامية حين قال لها دون كيخوته: لقد أنبأتك مرات عديدة يا سيدتي أنه يؤلمني جدا أنك اخترتني موضوعا لأفكارك، لأني لا أستطيع أن أقدم إليك غير عرفان بالجميل عقيم. لقد ولدت من أجل دلثينيا دلتوبوسو، والقدر إن وجد قد كرسني لها، والاعتقاد أن جميلة أخرى يمكن أن تختصب المكانة التي لها في نفسي هو من باب الرجاء في المستحيل، وما أقوله يجب أن يكفي لإزالة الغشاوة عن عيني وإدخالك في حدود الشرف، لأنه لا أحد ملزم بالمستحيل. ولدى سماع هذه تظاهرت ألسيدورا بالغضب، فقالت: الله حي يا دون بكلا، يا روح الإسمنت ونواة البلح، يا من أعند وأقصى من الشرير الذي يترجى حين يصوب إلى الهدف، لو ارتميت عليك لاقتلعت عينيك. هل تعتقد أيها الدون المهزوم، الدون المضروبة بالعصا، أنني تركت نفسي أموت من أجلك؟ أعلم إذن أن كل ما شاهدته هذه الليلة لم يكن إلا تمثيلا. أنا المرأة التي تحمل من أجل هذا البعير أقل ألم في إصبعي، وبالأحرى أن أدع نفسي أموت. فقال سانشو: وأنا أعتقد ذلك، إن كل موتات العشاق ما هي إلا هزل في هزل. إنهم يستطيعون أن يقولوا ذلك، أما أن يفعلوه فليصدق هذا يودس. وفي هذه اللحظة دخل الشاعر الموسيقار الذي تغنى بالقصيدة على شرف ألتسيدورا، وحيى دون كيخوتي تحية عميقة وقال له: سيدي الفارس،
أرجوك أن تتنازل وتعودني من بين خدامك المخلصين كل الإخلاص. منذ وقت طويل وأنا معجب بك من أجل شهرتك ومن أجل أعمالك الحربية المجيدة. فأجاب دون كيخوتي: سيدي تفضل فأخبرني من أنت حتى يتناسب أدبي مع فضلك. فأجاب الشاب: أنا الموسيقار المادح في الليلة الماضية. فقال دون كيخوتي: اعترف بأنك أجدت الغناء، لكن يبدو لي أن الكلمات ليست منتقاة جيدا، فما الصلة بين أشعار جيرثيلاسو وبين الموت المزعوم لهذه الآنسة؟ فأجاب الموسيقار: أوه، لا تعجب من هذا أبدا، ولكنها العادة بين شعراء الشباب في هذا القرن، جرت أن يكتب كل بحسب ما يفهم وينهب ما يعجبه، سواء جاء في محله أو لا، وبهذه الوسيلة تعزى كل الحماقات التي تنشدونها أو تكتبونها إلى الرخص الشعرية. وكان دون كيخوت على وشك أن يجيب، ولكن منعه من ذلك مجيء الدوق والدوقة لزيارته، ودارت بينهم محادثة طويلة عذبة، وفي أثنائها قال سانشو كثيرا من النكت والملح الماكرة واللذيذة، حتى أعجب الدوق بخفة روحه وسذاجته معا، وطلب دون كيخوت من الدوق أن يأذن له بالرحيل في اليوم نفسه، ملاحظا أن الفرسان المهزومين مثله ينبغي عليهم بالأحرى أن يقيموا في الإسطبلات لا في قصور الملوك. ووافق صاحب القصر عن طيب خاطر وسألاه: هل هو راض عن ألسيدورا؟ فأجاب دون كيخوتي: سيدتي، داء هذه الآنسة مرده كله إلى البطل، والعلاج هو في أن تشتغل في عمل شريف ومتواصل. لقد قالت لي إنهم في الجحيم يلبسون الدانتيلا، ولا شك في أنها تعرف صنع الدانتيلا، وإذا اشتغلت في الغزل بالمغزل لم يرسم عقلها باستمرار صورة من تعشق. هذه نصيحتي ورأيي، وأعتقد أنه مطابق للحق. فقال سانشو: وهذا رأيي أيضا، لأني لم أرى في حياتي عاملة في شغل الدانتيلا قد ماتت من الحب، والآنسات المشغولات يفكرن في الانتهاء من شغلهن أكثر من التفكير في الحب، وأنا نفسي حين أفلح الأرض لا أفكر أبدا في جوهرتي، أقصد تريزتي، وهي أعز عندي من حدقة عيني. فقالت الدوقة: أنت على حق، وأنا أريد من الآن فصاعداً أن تشتغل ألسيدورا في أشغال البياضات، وهي بارعة فيها. فقالت ألسيدورا: لا جدوى يا سيدتي في استعمال هذا الدواء، فإن ذكرى القسوة التي أبداها نحوي هذا الصعلوك الجوال ستكفي لانتزاع صورته من قلبي بغير حيلة أخرى، وأستسمح عظمتك في الإذن لي بالانسحاب حتى لا أرى بعد أمام عيني ليس فقط الفارس الحزين الطلعة، بل وسيماه الكريهة المنفرة. فقال الدوق: هذا يشبه المثل الذي يقول: من يصب عليك الشتائم قريب من العفو عنك. وتظاهرت ألتسيدورا بأنها تمسح دموعها وحيت سيدتها وخرجت. فقال سانشو: أيتها الفتاة المسكينة، اذهبي إلى الشيطان، لأنك توجهت إلى روح من اليراع وقلب من الزان. لو كنت اخترتني لوجدت ديكا يغني بطريقة أخرى. وانتهت المناقشة، ولبس دون كيخوت ثيابه وتغدى مع الدوق وارتحل في المساء. شكرا. Hola, buen día. Soy Bilal Manzur y mi colega Dina Hussam. Somos agregados diplomáticos del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Egipto. Y por hoy vamos a leer el capítulo 70 del Don Quijote, titulado, que sigue al de 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia. Durmió Sancho aquella noche en una carriola,
en el mismo aposento de Don Quijote, cosa que él quisiera excusarla, si pudiera, porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas, y no se hallaba en disposición de hablar mucho. Porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes, y no le dejaban libre la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza sola, solo, que no en aquella rica estancia acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta, que apenas hubo entrado su señor en el lecho cuando dijo: ¿Qué te parece, Sancho, del suceso de esta noche? Grande y poderosa es la fuerza del desdén desamorado. ¿Cómo por tus mismos ojos has visto muerta a Altisidora? No con otras saetas, ni con otras espadas, ni con otro instrumento bélico, ni con venenos mortíferos, sino con la consideración de rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado. Morir hacia ella en hora buena cuanto quisiera y como quisiera, respondió Sancho, y dejarme a mí en mi casa, pues ni yo la enamoré ni la desdeñé en mi vida. Yo no me sé ni puedo pensar cómo sea que la salud de Altisidora, doncella más antojadiza que discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Panza. Ahora que si vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores y encantos en el mundo, de quien Dios me libre, pues yo no me sé liberar. Con todo esto, suplico a vuestra merced me deje dormir y no me pregunte más, sino que quiere que me arroja por una ventana abajo. Duerme, Sancho amigo, respondió Don Quijote, si es que te dan lugar los alfileros rasos y pellizcos recibidos y las mamonas hechas. Ningún dolor, replicó Sancho. Llego a la afrenta de las mamonas no por otra cosa que por habérmelas hecho dueña, que confundidas sean. Y torno a suplicar a vuestra merced me deje dormir, porque el sueño se alivió de las miserias de los que las tienen despiertas. Sea así, dije Don Quijote, y Dios te acompañe. Durmiéronse los dos. En este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor de esta grande historia, que les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida. Y dice que no habiéndosele olvidado al bachiller Sansón Carrasco, cuando el caballero de los espejos fue vencido y derribado por Don Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos sus designios, quiso volver a probar la mano, esperando mejor suceso que el pasado, y así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa Panza, mujer de Sancho, a donde Don Quijote quedaba, buscó nuevas armas y caballo, y posó en el escudo la blanca luna, llevándolo todo sobre un macho, a quien guiaba un labrador. Y no tomé Cizal, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó pues al castillo del duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba, con intento de hallarse en las justas de Zaragoza. Déjole asimismo las burlas que le había hecho con la traza del desencanto de Dulcinea, que había de ser a costa de las poseedoras de Sancho. En fin, dio cuenta de la burla que Sancho había hecho a su amo, dándole a entender que Dulcinea estaba encantada y transformada en labradora, y como la duquesa, su mujer, había dado a entender a Sancho que él era el que se engañaba, porque verdaderamente estaba encantada Dulcinea. De que no poco se rió y admiró el bachiller, considerando la agudeza y simplicidad de Sancho como del extremo de la locura de Don Quijote. Pedióle
الدوكي كيسلي اياسي اللي بنسيسي ونو سي بولبيسي بور اي ا دارلي كوينتا ديل سوسيسو ايذولو اسيل باتشيير بارتيوسي ان سو بوسكا نو لي ايو ان زاراغوزا باسو ادلانتي اي سوسيديو لي لو كي كيدا ريفيريدو بولبيوسي بور ال كاستيلو ديل دوكي اي كونتوسي لو تودو كون لاس كونديسيونيس ديلا باتايا اي كي جا دون كيخوتي بولبيا ا كومبلير como buen caballero andante, la palabra de retirarse un año en su aldea, en el cual tiempo podía ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura, que esta era la intención que le había movido a hacer aquellas transformaciones por ser cosa de lástima que un hidalgo tan bien entendido como Don Quijote fuese loco. Con esto se despidió del duque y se volvió a su lugar, esperando en él a Don Quijote, que tras él venía. De aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla. Tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote, y haciendo tomar los caminos cerca y lejos del castillo, por todas las partes que imaginó que podría volver Don Quijote, con muchos criados suyos de a pie y de a caballo, para que, por fuerza o de grado, le trujesen al castillo, si le hallasen. Halláronle, dieron aviso al duque, el cual, ya prevenido de todo lo que había de hacer, así como tuvo noticia de su llegada, mandó encender las hechas y las luminarias del patio y poner a Altisidora sobre el túmulo con todos los aparatos que se han contado, tan al vivo y tan bien hechos que de la verdad a ellos había bien poca diferencia. Y dice más seriamente, ¿qué tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados? Y que no estaban los duques de dos dedos de parecer tontos, pues tanto aénico ponían en burlarse de dos tontos. Los cuales, el uno durmiendo a sueño suelto, y el otro velando a pensamientos desatados. Les tomó el día y la gana de levantarse, que las ociosas plumas, ni vencido ni vencedor, jamás dieron gusto a Don Quijote. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de muerte a vida, siguiendo el humor de sus señores, coronada con la misma guirnalda que en el túmulo tenía y vestida una tunicela de tafitán blanco, sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el aposento de Don Quijote, con cuya presencia turbado y confuso se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y colchas de la cama, muda la lengua, sin que acertase a hacerle cortesía ninguna. Sentóse Altisidora en una silla, junto a su cabecera, y después de haber dado un gran suspiro, con voz tierna y debilitada, le dijo: cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas atropellan por la honra y dan licencia a la lengua que rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, soy una de estas, apretada, vencida y enamorada, pero con todo esto sufrida y honesta, tanto que, por serlo tanto, reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida. Dos días aquí con la consideración de rigor con que me has tratado. Oh, más duro que mármol a mis quejas, empedernido caballero, he estado muerta, o a lo menos juzgada por tal de los que me han visto. Y si no fuera porque el amor, condoliéndose de mí, deposito mi remedio
en los martirios de este buen escudero. Allá me quedará en el otro mundo. Bien pudiera el amor, dijo Sancho, depositarlos en los de mi asno, que yo se lo agradeciera. Pero diga mi señora, así el cielo la acomode con otro más blando amante que mi amo. ¿Qué es lo que vio en el otro mundo? ¿Qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado, por fuerza, ha de tener aquel paradero. La verdad que os diga, respondió Altisidora, yo no debí de morir del todo, pues no entré en el infierno, que si haya entrara, una por una no pudiera salir de él, aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas y con unas vueltas de lo mismo, que les sirvían de puños, con cuatro dedos de brazo de fuera, porque pareciesen las manos más largas, en las cuales tenían unas palas de fuego. Y lo que más me admiró fue que les sirvían en lugar de pelotas, libros, al parecer llenos de viento y de borra. Cosa maravillosa y nueva, pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores, al alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden. Allí, en aquel juego, todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían. Eso no es maravilla, respondió Sancho, porque los diablos, jueguen o no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen o no ganen. Así debe de ser, respondió Altisidora, mas hay otra cosa que también me admira. Quiero decir, me admiró entonces, y fue que al primer voleo no quedaba pelota en pie, ni de provecho para servir otra vez, y así me inundaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla. A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro, «Mirad, ¿qué libro es ese?» Y el diablo le respondió, «Esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide de Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas». «Quitádmele de ahí», respondió el otro diablo, «y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos». «¿Tan malo es?», respondió el otro. «Tan malo», replicó el primero, «que si de propósito yo mismo me pusiera a hacer peor, no acertara. Prosiguieron su juego, peloteando otros libros, y yo, por haber oído nombrar a Don Quijote, a quien tanto adamo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión». «Visión debió de ser, sin duda», dijo Don Quijote, «porque no hay otro yo en el mundo. Y ya esa historia anda por acá de mano en mano, pero no para en ninguna, porque todos la dan del pie. Yo no me he alterado en huir que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Si ella fuera buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida, pero si fuera mala, de su parto a la sepultura no será muy largo el camino». Iba Altisidora a proseguir en quejarse de Don Quijote,
cuando le dijo Don Quijote: muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa de que hayas colocado en mí vuestros pensamientos, pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados. Yo nací para ser de Dulcinea del Toboso, y los hados, si los hubiera, me dedicaron para ella. Y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar en mi alma, tiene es pensar lo imposible. Suficiente desengaño es este para que os retiréis en los límites de vuestra honestad, pues nadie se puede obligar a lo imposible. Oyendo lo cual Altisidora, mostrando enojarse y alterarse, le dijo: vive el señor Don Bacallao, alma de almidez, cuesco de dátil, más terco y duro que villano, rogado cuando tiene la suya sobre el hito, que sí arremeto a vos, que os tengo de sacar los ojos. ¿Pensáis por ventura, Don Benecido y Don Molido, a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que no soy yo mujer que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña, cuanto más morirme. Eso creo yo muy bien, dijo Sancho, que esto del morirse los enamorados es cosa de risa. Bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo Judas. Estando en estas pláticas, entró el músico, cantor y poeta que había cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a Don Quijote, dijo: vuestra merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque a muchos días que lo soy muy aficionado, así por su fama como por sus hazañas. Don Quijote le respondió: vuestra merced me diga quién es, porque mi cortesía responda a sus merecimientos. El mozo respondió que era el músico y panegírico de la noche antes. Por cierto, replicó Don Quijote, que vuestra merced tiene extremada voz, pero lo que cantó no me parece que fue muy a propósito, porque ¿qué tienen que ver las estancias de Garcilaso con la muerte de esta señora? No se maraville vuestra merced de eso, respondió el músico, que ya entre los entonces poetas de nuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere, y hurte de quien quisiere, venga o no venga, a pelo de su intento, y ya no hay necesidad que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética. Responder quisiera Don Quijote, pero estorbáronlo el duque y la duquesa, que entraron a verle, entre los cuales pasaron una larga y dulce plática, en la cual dejó Sancho tantos donaires y tantas malicias, que dejaron de nuevo admirados a los duques, así con su simplicidad como con su agudeza. Don Quijote les suplicó le diesen licencia para partirse aquel mismo día, pues a los vencidos caballeros como él más les convenía habitar una saurda que no reales palacios. Diéronsela de muy buena gana, y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia Altisidora. Él le respondió: señora mía, sepa vuestra señoría que todo el mal de esta doncella nace de ociosidad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua. Ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno, y pues ella las debe de saber hacer, no las deje de la mano, que ocupada de menear los palillos, no se menearán en su imaginación la imagen o imágenes de lo que bien quiere. Y esta es la verdad, este es mi parecer, este es mi consejo. Y el mío, añadió Sancho, pues no he visto en toda mi vida randera que por amor se haya muerto. Que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en pensar en sus amores. Por mí lo digo,
después, mientras estoy cavando, no me acuerdo de mi Oslo. Digo, de mi Teresa Panza, a quien quiero más que a las pestañas de mis ojos. Vos decís muy bien, Sancho, dijo la duquesa. Y yo haré que mi hechicera se ocupe de aquí de adelante en hacer alguna labor blanca que la sabe hacer por extremo. No hay para qué, señora, respondió la hechicera, usar de este remedio, pues la consideración de las crueldades que conmigo ha usado este malandrín mostrenco me liberarán de la memoria sin otro artificio alguno. Y, con licencia de vuestra grandeza, me quiero quitar de aquí. Por no ver delante de mis ojos ya no su triste figura, sino su fea y abominable catadura. Eso me parece, dijo el duque, a lo que suele decirse, porque aquel que dice injurias cerca está de perdonar. Hizo Altisidora muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo y, haciendo reverencia a sus señores, se salió del aposento. Mándote, no, dijo Sancho. Pobre doncella, mándote. Digo, mala ventura, pues las has habido con una alma de esparto y con un corazón de encina. A fe que si las hubieras conmigo, que otro gallo te cantara. Acabóse la plática. Vestióse Don Quijote, comió los duques con los duques y partióse aquella tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.